آخر سؤال للميلاد إن شاء الله، سؤال عن متاعب التليفون. متاعب التليفون كنت أعطيكم لما أتكلمكم عنه. أول حاجة في متاعب التليفون أن إنسان يطلب في معاد غير مناسب، وطبعا التعب يزيد لو كان معاد غير مناسب والكلام يزيد. معاد غير مناسب زي انسان مثلا يطلب واحد والواحد ده يكون عنده ضيوف ومشغول مع الضيوف، او يكون في مكتبه بيشتغل ومشغول في مكتبه، او واحد يطلب قسيس في الموبايل والقسيس جوه الهيكل. من رأي جميع الاباء الكهنة لا يدخلون الهيكل ومعهم موبايل، اعتبروه ده امر مش مجرد اقتراح او نصيحة او عزم. وكذلك الشمامس ايضا لا يدخلون الهيكل ومعهم موبايل فون، وبعدين يرن الدرس جوه الهيكل، وبعدين القسيس يقول له عن اذنك يا رب شويه لما اروح ارد على التليفون وارجع اكمل القداس. ده معقول الكلام ده؟ اذا كان الكاهن مرتبط بمواعيد فالمفروض يفضل ربنا اكتر. اذا كان مرتبط بحاجه يقدر يسلم الموبايل فون بتاعه خارج الكنيسه لواحد مؤتمن ويقول له لو جاتني رساله ابقى استلمها وقول لي عليها. كذلك اللي يطلب ما يطلبش في ميعاد غير مناسب، عارف ان في الميعاد ده ابونا هيكون في الكنيسه فما يطلبوش في هذا الميعاد. او واحد يطلب انسان وهو في مكان عمله، وفي مكان عمله لو رئيسه شافه ساب الشغل وقعد يرد على التليفونات يقع في اشكال. او واحد يطلب انسان بعد نص الليل، او واحد في المهجر ما يعرفش فرق الزمن بين البلد اللي هو فيها والبلد اللي بيكلمها، وبعدين يتكلم في معاد ما يكونش مناسب. فاول حاجة في متاعب التليفون ان انسان يتكلم في وقت غير مناسب. تاني حاجة ان الواحد يطول في المكالمة، مفروض يكون كل كلام باختصار. ومصلحة التليفون علشان عارفة الحكاية دي بتخلي معاد معين تقطع المكالمة، لو اتكلم يبقى مكالمة تاني يكمل بيها. يعني المكالمة على ما اظن ما تزيدش عن 3 دقايق. مدة 3 دقايق. مدة 3 دقايق فاعمل له تكة، يعني الكبس بقى لحد كده. فهو لو ما اتكسفش ياخد مكالمة تاني تحسب له تكة لغاية بقى لما الحكاية تزيد يبقى كله بحسابه. لكن إذا كان بالنسبة له كله بحسابه، لكن بالنسبة للي بيستلقى المكالمة مجايز ما عندوش وقت لكل هذا الحديث، خصوصا لو كان الحديث في التليفون حديث يعني لا ودا ولا جاد، مش مسائل هامة ولا مسائل خطيرة بيتكلم الواحد فيها. ويبقى أصعب في المساعد في من متاعب التليفون ان لو واحد قال كلام لو تسجل عليه يوديك في اشكال. فخلي بالكم من النقطة دي. وجايز في ناس بيسجلوا للي بيخطبوه. انا مرة حصلت معايا الحكاية دي، كانت قدام سنة 72 ولا حاجة، وواحد في بلد من بلاد الغرب بيكلمني، كان يعرفني يعني، وبيكلمني ويسجل الكلام اللي انا بقوله له، وراح قاله للناس.
فمنعته من الكنيسة مدة من الزمن لأنه تصرف تصرف غير لائق إنه بيسجل على واحد بدون إذنه وياخد الكلام الخاص اللي بيسمعه ويعلنه على الآخرين. فبرضو أنت بالتليفون تكلم كما لو كان كلامك كله مسجل، فتكون محترس في كل كلمة لألا تقول كلام يتمسك عليك أو يتمسك على الشخص اللي أنت بتكلمه. من نتائج التليفون أنه بيأخذ وقت، ممكن يعطل الإنسان عن أمور مهمة أو يقطع مجرى تفكيره. يعني إنسان مثلا قاعد يقرأ في كتاب ومنشغل أو بيكتب مقال ومنشغل، وبعدين يبص يلاقي التليفون قطع تفكيره علشان يعود مرة أخرى لكي يكمل مجرى أفكاره جيد. في حاجة تانية في متاع التليفون، الناس اللي يتكلموا بصوت عالي وفاكرين انهم لو معلوش الصوت المكالمة ما توصلش، بينما ممكن بأقل نبرة صوت الكلام بيوصل. لكن في ناس يتكلموا ويزعقوا في التليفون بطريقة غير لائقة، وخصوصا لو تحمسوا او تنرفزوا، والعصبية بتتعب اسلاك التليفونات حتى، لان التصرف اللي هو ضد السلوك السليم بيتعب سلوك التليفون. وايضا من متاعب التليفون ان واحد يقفل التليفون على اللي بيكلمه بدون ما يستأذنه، يروح حط السماعة وانقل المكالمة بطريقة غير لائقة او غير مهذبة. فمش مفروض انك انت لما تكلم واحد انك تنهي المكالمة بدون اذن، تقول له طبعا اذنك ويكون مستعد للانهاء. لكن مع متاع التليفون له فوائد كثيرة بلا شك. في متاعب اخرى للتليفونات اللي هتجيب الصوت والصورة، يعني تبقى بتتكلم وصورتك موجودة عند اللي بيكلمك، بس دي على ما اعتقد لازم الاثنين يكونوا عندهم نفس نوعية التليفون اللي يغضب. في الحالة دي يبقى لازم ما تتكلمش الا وانت في وضع لائق عشان صورتك تبقى لائق. من متاعب التليفون ايضا انه بيعلم البعض الكذب، يكون واحد مش عايز يستقبل المكالمة فيكذب اي كذبة، تقول انه مش موجود ولا حاجة، بس دي مش سببها التليفون، سببها طبع الشخص اللي بيتكلم في التليفون. ودلوقتي في طريقة بيبقى التليفون ممكن لو المكالمة مش موجودة يقدر يبلغ رسالة تسجل لما يجي صاحب التليفون يشوف ايه الرسالة المسجلة، سموها answering machine. لكن في ناس يتضايقوا جدا من حكاية answering machine دي لانهم مش قادرين يوصلوا. نكتشف الكلام عن متاعب التليفون لغاية لما تظهر متاعب جديدة اقول لكم عليه. بس التليفونات دي الفلوس دي سببها اللي بيتكلم ولا اللي بيسمع؟ اللي بيتكلم، يبقى هو اللي جايب لنفسه.
يعني هو بيضر روحه في الفلوس اللي بيدفعها في التليفونات. بره الاثنين يعني واحد بيكلف واحد تاني لو كان الاثنين بيدفعوا. ربنا يستر. نهاية كل تليفون.